شهر الربيع هلا والمسلمين في رحوم ورسد قواعد الدين قلبه طار صرح. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الكرام في كل مكان، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه السهرة الخاصة في الزمان الخاص في المكان الخاص مع الرجل الخاص، ونحن نحتفل بميلاد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم في واحدة من أهم بقاع العلم والذكر والاجتماع الروحي في بلادنا الحبيبة. نحن نحييكم من زريبة الشيخ البرعي، وهذا الاسم له مدلول وله مكانة في نفوس كل السودانيين وفي نفوس كل المسلمين، لما لهذه المدينة من أثر اجتماعي وثقافي وروحي وإسهام كبير في حياتنا وتعريفنا بحبيبنا المصطفى صلى الله عليه وسلم. سعداء جدا كما قلت لكم بأن ضيف هذه السهرة شخصية خاصة، هو عالم جليل وشيخ كريم ومعلم ومربي يهدي ويرشد في بقاع السودان إلى الطريق القويم. أهلا ومرحبا بك مولانا وأبونا الشيخ الفاتح البرعي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بك في دارك. الحمد وأهلا لله. بك معك في هذه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في داركم، لأن هذه الدار دار للكل ودار لكل آت لخير، ودار للعلم ودار للمعرفة ودار للقرآن خاصة، ودار للتربية، ودار لصحر النفوس وتزكيتها، ودار لتغذية الروح بما ينفعها في مآلها. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، ونحن فرحون مستبشرون متهللون بهذه المناسبة الكريمة، مناسبة عيد مولد رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. نحن نعد هذا الاحتفال وهذا اليوم يوم من أكبر أيام الاحتفالات عندنا، بل وفي كل السودان، بل وفي كل العالم الإسلامي، بل وفي كل العالم بصفة عامة، كل العالم في أي مكان قام بالاحتفال بهذه المناسبة الكريمة. نحن نستعد لهذه المناسبة من الليلة دي للسنة الجاية. نعم، احتفال للاحتفال الجاي إن شاء الله. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يتقبل ما مضى من احتفال ومن معاني، ويبارك يعني في مقبل الأيام القادمات حتى تكون الحياة وصلا بميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نبحر في حبنا وفي عشقنا للمصطفى الحبيب صلوات الله وسلامه عليه، دائما هذه البلدة ارتبطت برسالة المديح التي يعني ذكرت السودانيين بكل المعاني وبسطت معاني الإسلام ومعاني القيم عند كل السودانيين ببساطة الحرف وبساطة الكلمة التي يعني تقال من كل المشايخ، بدءا من أبونا الشيخ محمد بقيع الله وأبينا الشيخ البرعي عبد الرحيم البرعي الذي كان مدرسة خاصة في التعليم. وفي دعنا بداية نستمع إلى قصيدة بمناسبة المولد يعني، وإن شاء الله نأتي إلى الحوار. لا يفوتني أن أقول بأن هذه السهرة تأتي برعاية
شركة سيراميك المدينة المنورة اللي هي إحدى شركات عكرمة العالمية، ترعى هذه السهرة حقيقة ولها إسهام كبير في 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 العمل الاجتماعي، وهي جزء لا يتجزأ من هذا المكان، وهي جزء لا يتجزأ كما قال أبو الشيخ. نستمع إلى مدح في ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم ونتابع مشاهدي الكرام. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسات أوعد الدين البيه طال صرحوا. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. فالغنوى والحواب أنبت ذره قمحوا فما يشاء يسبيت وما يشاء يمحو. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. أمحي الأريد مخري الميت من الحي والحي من الميت جل القديم الحي. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. فلما خلق آدم في صلب الغنور وقال كن أحمد وبدا انتغى النور. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طار صرحوا. ما زال يدعى الله فيها وفي أرحام الطاهرات وأصلاب الطيب اللحام. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. عن النبي وضعه الميمون جاء السرور وعم والخير اياديهم امتدت بكل نعم. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. بادية بني سعد يوم ما نزل فيها برت عجاف له ويخضر واديها. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. حبيبنا رباه مولاه وغناه عن وذيب وتولى تأديبه المالك ليوم الدين. شهر الربيع حلّا المسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. يا رضاعه رعيوم وشوق الصدر فيه والحكمة والأعجب وضع الحكم فيه. شهر الربيع حلّا والمسلمين فرحوا ورسد غواعد الدين البيه طال صرحوا. عم أبو طالب يافع به الساعة
استسغى فلصق على الكعبة ودعا الإله وسغى شهر الربيع الله والمسلمين فرحوا ورسد وعد الدين قلبه طار صرحوا لما أرادوا لواء ضع الحج إلى تجهل مكانته فتوقف فيها بدمهل شهر الربيع هلا هلا المسلمين فرحوا ورسد وعد الدين البيه طار صرحوا أي حبيبنا إدمانه تبكين لما صمته الطويل دائم سد قواعد الدين قلبه طار صرحوا أنجل كحيل مربو النبي الطول كان يمين أبيض مشرب كان أزهر ولون جميل نهر الربيع حلا والمسلمين فرحوا ورسد قواعد الدين بيه طار صرحوا حبيبنا أنجل كحيل مربو النبي للطول كان يمين أبيض مشرب كان أزهر ولون جميل شهر الربيع حلا والمسلمين فرحوا ورسد وعد الدين البيه طار صرحوا نحن بمولدك نفرح يا سيدي ها نحن بمولدك نفرح نطرب به عندك كل الهموم نطرح شهر الربيع حلا المسلمين فرحوا ورسد وعد الدين قلبه طار صرحوا كان إذا مشى في البر تعلو بأذيانه لو تتبع وحوش البر والفاتح المنشي يا رب أغفر له يا بر وجمعه يا مولاي الشاهد الأكبر شهر الربيع حلا المسلمين فرحوا صلي على من كان إذا مشى في البر تعلق بأديان وتدمع بحوش البر والفاتح البرعي يا رب أغفر له يا بر وجمعه يا مولا الشاهد الأكبر شهر الربيع حلا والمسلمين فرحوا ورسد قواعد الدين قلبه طار صرحوا آمين يا رب العالمين. والفاتح المنشد المنشي الذي أنشأ هذه الأبيات نعم دعا لنفسه أغفر له يا رب نعم نحن معاه إن شاء الله يا رب إن شاء الله بإذن الله واجمعه يا مولاي بالشاهد الأكبر الله عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم نعم. محبة المصطفى صلى الله عليه وسلم مولانا نعم يعني كثير المولد فيه كلام والناس يتكلموا كثير عن المولد نعم. وشرعيته والمولد يعني هو بدعة حسنة وفي ناس ضده لكن الشاهد أو ما رأيت أنا يعني في هذه المنطقة في الزريبة يعني المحبة العارمة والصدق العارم إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم وما محبة
يعني كلامية، محبة حقيقية ومحبة اتباع. يعني حتى الناس بدعوا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم ويجددوا النية كل عام، زي ما أنت قلت في بداية الحديث أنكم من الآن تستعدوا احتفال بإذن الله السنة الجاية وكذا. يعني الزريبة فيها الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم غير، يعني الناس كلهم بيجوا المسيد، الناس كلهم بيدعموا المسيد، بيجيبوا الطعام، بيجوا بيكونوا كده، والناس من القرى والمدن كلها بتجي. شنو بيميز المولد يعني في 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 الزريبة؟ بيميز تكاتف هذه المنطقة بصفة عامة على هذا الاحتفال. نعم، فكل المنطقة أو القرى كلها المجاورة للزريبة كلها بتقف كده للمولد. نعم، على أساس أن لا تكون هناك أي ثغرة في الاحتفال. نعم، ومن ما شفته في الأطفال يعني اندفاعهم، كل طفل بيجي شاي سيرمس بتاع الشاي، قهوة، شاي أخضر، محاريب، حلبة، شاي أحمر، أي شيء ما تجود به النفس. أي ما تجود به النفس. نعم، بعدين العجيبة الاندفاع في كون الواحد اللي لازم يجيب واحد من الأطفال. نعم، ما زول كبير، لازم الأطفال هم اللي يساهموا ويحسوا به. إذا ما جاب يوقف البيت كله على حل. سبحان الله. أي لازم يعني لازم يطلعوا لي حاجة يمشي بها المولد. أيوه، مولد المصاصة. نعم، ولذلك التكاتف هو الشيء المهم. وشباب الزريبة بصفة خاصة، نعم، يعني هم القائمين الاحتفال باحتفال المولد كله. نعم، كله قائمين به. طيب مولانا، يعني هل الاحتفال ده هو رمزية بتاع الطعام وكذا، ولا إحساس داخلي بيتعكس على سلوك الناس بعد ذاك ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الاحتفال أساسا ما الناس بتجي بتجلس بتسمع كلمات. نعم، أول حاجة بتبدأ ب نشأة أو بداية خلق الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم، منذ أن كان في أصلاب أجداده. نعم، ويجو بنسبه. نعم، ويجو بالإرهاصات الحصلت قبل وبعد الميلاد، ما حصل لأمه من أشياء عجيبة، ما ظهر لها من عجائب. نعم، تعريف الناس بعظمة المصطفى صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة والسلام. نعم، دي كله يسرده يسرد في المولد. نعم، عشان كده أسي أنت لو لاحظت الأطفال طفل 7-8 سنة يقرأ اللوح بأفصح ما يكون. نعم، ويعني تجده متفهم الشيء اللي بقول فيه هو ذاته. نعم، ثم بعد ذلك إذا كان الطفل ذاته بندفع اندفاع زي دي يتربى معناه على حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يتربى على حب المصطفى وينشأ حتى يعني الكلمات التي تقال في المولد. نعم، من كلمات عربية فصحى، وبعض الكلمات تحتاج إلى معجم وتحتاج إلى قاموس. نعم، تجد الطفل الصغير يعني ينطق بسلاسة. نعم، ثم بعد ذلك تجد متفهم الكلام اللي بقول فيه فاهمه. نعم، فدي ذاته كونه هو يفهم الكلام ده. نعم، الناس بيجيبوا يعني كلمات امرئ القيس والشعراء القدامى. نعم، عشان يلقطوا كلمات عربية منه. الكلام الموجود في أسي في المولد اللي قريناه امبارح ده، نعم، ما موجود في كثير من الشعر. يعني تجد فيه كلام لا امرئ القيس جابه، ولا طرف ابن العبد، ولا 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 اي واحد، ولا متنبي، ولا اي واحد. تجد اشياء عجيبه. تجد المولد ده فيه اخبار، اخبار ما 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 عاديه. زي مثلا المسجد بتاع النبي عليه الصلاه والسلام،
ثبت أن هذا المسجد قد جاء صك إلى الرسول عليه الصلاة والسلام عمله سيف ابن زيزم قبل تبع قبل 1000 سنة كتب الصك ده وجاب 400 عالم خدتهم في المدينة عشان يحافظوا على الصك ده بعاصمة جنوب السودان. وقال موسى جبر محمود الأمين العام للحكومة خلال مشاركته في احتفال قافلة نداء السلام، قال أن الولاية تدعم بقوة المساعي المبذولة من قبل الأطراف لاستكمال السلام بالولاية. وصلت إلى مطار الخرطوم اليوم طائرة رابعة من الجسر الجوي الكويتي محملة بنحو 10 أطنان من حليب الأطفال. معلومات يعني ما بتجدها في كثير من الكتب. أيه. ولا تدرس في المدارس. ولا رأي لا المدارس دي شيخنا. دار لا قوم وقعد. موضوع بعيد. دار لا ما بعيد لكن دار لا قوم وقعد ودار ناس عشان يعني يدخلوا على الأشياء دي. زي هو ميلاد النبي عليه الصلاة والسلام ونشأته ورضاعه وتجارته دي كلها أشياء يجب أن تدرس. النبي عليه الصلاة والسلام من يوم مسك الثدي حق المرضعة حقته برضع في الثدي اليمين يدل الأيسر ده ما برضع فيه. سبحان الله. دي ذات ما علم علم حقيقة. علم حقيقة. العدل. العدل في الرضاعة. الإنصاف. والشيخ قال يا صاحب الإنصاف قاسمت أخوك. يا الوضعك عام الفيل به الرخوك. يا سلام. دي أسمى شوف المديح يجيب شنو المولد يجيب شنو. ودي كلها أشياء الناس تجهلها تسفها ما جايبين عنها ما جايبين لها خبر. الكلام ده أبو الشيخ بيقودني لسؤال دائما أنا كنت برضو سألته لأبونا الشيخ البرعي عليه رحمة الله، يعني تبسيط الدين. نحن في مجتمع يعني ما بنقول ما متعلم ولكن مجتمع بسيط مجتمع ريفي، ساهمت القصيدة المكتوبة بلهجة الناس هنا في كردفان بصورة عامة في تبسيط كثير جدا من معاني الدين وفي تعليم كثير جدا من المعاني زي ما قلت أنت في المدرسة ما بدون ليها. صح. لكن مثلا زي قصيدة بوريك طبك أحسن في من عاداك ما تربية دي تربية كاملة تربية يعني. كاملة هاي ده المنهج اتبعته الزريبة في تعليم الناس يعني. والشيخ أبونا الشيخ مش إلا التربية حتى العلوم الإسلامية أبونا الشيخ صاغة في صاغة في أنا عندي خالي رقد في مستشفى الدكتور سأله سؤال يعني كذي داير يشوف هل الرجل ده جاهل متعلم قال لي بتعرف التوحيد؟ قال لي أنا ما دخلت معهد ولا جامعة. لكن عندنا قصيدة عامل الشيخ عبد الرحيم من أقراها الصباح والمساء. قصيدة توحيدية. أي ففيها بيت واحد منها بيت واحد بقولها 20 صفات فهاك خليل الدنيا لا تلهاك خذها عن الشرك تنهاك وبالإيمان يزيد بهاك منها واحدة نفسية كذاك 5 السلبية و7 معاني واضحة جلية وثب 7 المعنوية أولها الوجود والقدم إلى آخر الصفات. دي أي واحد أي زول في المسجد هنا تلقاه يتردد على فمه فإذا بها تجد فيها كل العقائد التوحيدية. وكذلك بعدها طوالي أنشأ قصيدة في الفقه المالكي. قصيدة جمعت كل الفقه وأي واحد ممكن يحفظه ويتبعه ويتيسر العلم ذاته. ده ما دور العلماء في تيسير العلم للمتلقين وما إلى ذلك. سور القرآن جمع كلها في قصيدة واحدة. إبلي المشرفات. لا ليش سور القرآن ذاته. كل السور. في شكل دعاء. كان أبونا الشيخ يمتاز بملكة يعني شعرية وفصاحة نادرة توجد يعني. نعم جدا يعني. هو الدكتور إبراهيم القرشي ألف كتاب وسماه السحل الممتنع. سحل ممتنع. يعني هو سهل للسامع ممكن يأخذ منه. ثم بعد ذلك ما يستطيع إنسان يعني يقول زيه. ممتنع. سبحان الله. إذا كان داير تحاكي
صعب ما أي صعب صعب شديد انك تكون تحكي كثير جدا من الحاجات. ابونا الشيخ يعني ابونا الشيخ البرعي كان يعني رضي الله عنه كان بيتميز بها يعني نعم كان حاضر البديهه وكان ذو طرفه نعم نعم الطرفه وحضور البديهه نعم والاستدراك للاشياء القديمه نعم. جاء رجل هنا وقال لي انا عندي من حياه الشيخ ما جيت الزريبه دي نعم. تمشي معي للشيخ وعشان نوري وهو بعرفه حق المعرفه بعرف نعم. اخوانه واهله ايوه عشان يسلم عليه ويزوره يسلم نعم. عليه ويعرفه نعم. وانا جيت جايب لي خبر جديد عشان نوري له كويس. قلت له ابونا الشيخ ده اخو المادح ادريس التجاني وقال من حياته جدا الشيخ محمد وقع الله ما جاء هنا نعم واستجاع عشان تعرفه. ومن الشيخ اتلفت علي قال لي انت ما جيت مرتين بعد وفاة الشيخ ظهور عيال فلان اخوك ما جيت سبحان الله وفاة فلان ما جيت نعم. الرجل انبهت خلاص اتحيز يعني قال لي انا يا اخي انا الكلام ده ما متذكره سبحان الله يا سبحان الله يعني. ولكن هذه كلها يعني هذه المعاني كلها الان كونت الزريبه يعني. يقول لك انه والله الزريبه دي بلد الحكمه وبلانس كردفان كلهم يعني وحتى لانس السودان كلهم بقت يعني نحن ما شاهدناه الان الناس جو من كل اصقاع البلد عشان يحضروا المولد هنا نعم. ده بيخلي عندكم رساله كبيره جدا ومسؤوليه كبيره جدا. والله والله نحن بالنسبه لل هي هذه رساله نحن لقيناها جاهزه. نعم. ما الواحد ما 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 بحس بانه هو تعبان او يعني يكون في عناء يكون في ارتباك في العمل تلقى ماشي براه. نعم. يمكن المولد ده يبدا وينتهي انا ما نقول سووا كده بيمشي من الناس ماشي كده بس نعم. كذلك اصل نحن هنا اذا كان مثلا عندنا افتتاح لاي مركز من المراكز الكبيره في اي مكان في السودان نعم ما عندنا ما بنكون لجان نعم. لا نقول عندنا افتتاح في المحل الفلاني نعم بس الناس جاهزين طوالي بتمشي بالبركه بس نعم بالبركه نعم باصلها بالبركه نعم لكن الناس مدربه عليه وجاهزه واي انسان عارف بعمل شنو ايوه عشان كده العمل بمشي وينساب بطريقه طبيعيه لكل انسان هنا طيب نحن نسمع لنا برضو قصيده لابونا الشيخ البرعي رحمه الله عليه ورضوانه عليه ان شاء الله ونواصل ان شاء الله ما يتبقى من سهرتنا التي كما قلنا بأنها تأتي برعاية شركة المدينة المنورة للسيراميك وإحدى شركات عكرمة العالمية وكما قال الشيخ أنه هي جزء من هذا المسجد وجزء نستمع إلى قصيدة من قصائد أبونا الشيخ البرعي إن شاء الله. شهر الربيع هلا والمسلمين في ربيع هلا شال زواد سرى للمكرم سيد ميسرى نعم من شال زواد سرى للمكرم سيد ميسرى نعم من شال زواد سرى للمكرم سيد ميسرى نعم من شال زواد سرى للمكرم سيد ميسرى يا مريد نفسك ذكرى نعمة الرحمن فكرى نعم من شال زواد سرى بك يؤوس الحب سكرا وحذر الغفلة والكرى يا نعم من شال زواد سرى للمكرم سيد ميسرى
سرى أي بالتعب والجوع ضمر سيب شهوى الدمر يا نعم من شلى ويادو سرى بالسهر وصوم جمر بالنهار والليل شمر يا نعم من شلى سرى للمكرم سيد ميسرى هيا فوق نبيك الذين أشعر سيد المنبوذ بالعرى يا نعم من شلى سرى أدبنا كان يا ضعم يا مكسي العرى بها الفسوب يركب عرى نعم من شلى سرى للمكرم سيد ميسرى هيا يوم وضوع الكون نورا يوم وضوع الكون الكون نورا جاء الاج مختون احورا يا نعم من شلاد سرى حجبنا قدموه ساد الورى قدموه ساد الورى يشوف قدام ورا نعم من شلاد سرى للمكرم سيد ميسرى يا يوم يضوع الكون نورا يوم يضوع الكون الكون نورا جاء زاد مختون احورا يا نعم من شلاد سرى كان يسافر باوي اشترى كان يسافر باوي اشترى سيدي السجل واكترى يا نعم من شلى سرى دم صلاة الليل او ترى دم صلاة الليل او ترى والحلم ما في النوم ما اعترى يا شلاد سرى للمكرم سيد ميسرى هيا امدح الامي الما قرا امدح الامي الما قرا كف كم اغنى وورى يا نعم من شلاد سرى يكرم الجيران بالغرام يا البراق من جهة حراء البراق من جهة حراء أبكى للعينين وسهرا يا نعم من شلاد سرى يا كامن الآلام أظهرا كامن الآلام أظهرا هيا كلبا صلوات والشرى كلبا صلوات والشرى للحل البيع والشرى يا نعم من شلاد سرى البرع يقول نجي تبشرى يقول نجي تبشرى بها يفوز قدتم وابشرى يا نعم من شلاد سرى للمكرم سيد ميسرى كنبا صلوات وشرى
والشرا لا حل البيع والشرا يا نعم من شلا يا نعم من شلا دو سرا للمكرم سيد ميسرا. صلى الله عليه وسلم. مرحبا بكم مشاهدي الكرام مجددا، ونحن ما زلنا في زريبة الشيخ البرعي، وما زلنا في معية أبينا الشيخ الفاتح البرعي، وما زلنا نتحدث عن ذكرى ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم وإشراقات هذه الزريبة وتميز هذه الزريبة. يعني نحن وقفنا عند كثير جدا من المعاني ما وجدناها في كثير من مدن السودان التي تحتفل بالمولد مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم. تميزت الزريبة بمولد خاص للأطفال، يعني نحن نعرف تماما أن المولد بشكله العام يكون في الخيم والأذكار وما إلى ذلك، ولكن الزريبة تميزت بأن هنالك مولد عام يحضره كل الناس، وهنالك مولد خاص للأطفال كما ذكر أبينا الشيخ بأنه يعلمهم سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. لو تكلمنا عن هذه المعاني عند الأطفال والمولد الخاص، ليه مولد خاص للأطفال؟ وينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. النشأ إذا تعود من طفولته على محبة الرسول عليه الصلاة والسلام وسيرة الرسول عليه الصلاة والسلام والمعاني التي توجد في هذه الكتب التي ألفت في سيرة النبي عليه الصلاة والسلام والموالد بصفة خاصة، تجد الطالب أو الطفل بشب على معاني يعني كبيرة وسامية وراقية تعامل زي كان يطعم ويكسي العيرة يرفع ثوبه ويركب عيرة، يا سلام، يركب على الحمار بدون سرج بدون يا سبحان الله. نعم، تجد الطفل التواضع يعني، ثم بعد ذلك في ديمة مهمة جدا، بعد ذلك تريض اللسان على النطق. احنا ناسي زي المولد السماني تجد فيه كلمات لا توجد في المعاجم أبدا. فسبحان الله الطفل ينطق بكل دي براها فائدة. هاي الالتزام كذلك في الحضور، الالتزام في الأدب، في الجلوس، دي كله تربية. تربية وتربية أدبية وروحية ومعنوية، فدي كلها بتخلي الطفل يكون ناشي نشأة تهذيب أدب أخلاق، يعني دي كلها نحن مركزين عليها. نعم، أنا أبونا الشيخ يعني ما شاهدت في الزريبة تقريبا مئات الأطفال الآن هم يدرسوا القرآن تقريبا. نعم. يعني هل هم حفظ فقط يعني يدرسوا القرآن فقط، ولا هنالك منهج يعني آخر؟ والله هو الطالب أساسا نعم مش بقرا إلا القرآن. نعم. كل العلوم الإسلامية. نعم. الفقه والسيرة نعم. والتوحيد واللغة العربية. نعم. ودي تظهر لك أنت من بتسمع أنت في بس في المولد ده بس. نعم. بتظهر لك كيف المخارج ذاتها يؤديها كيف. نعم. ودي أهم شيء لا توجد في غير المسيد بصفة عامة. نعم. المسيد بصفة عامة في كل مكان. حتى أن الدكتور عبد الله الطيب عليه رحمة الله بقول أن الذي يحفظ
القرآن ويدرس على الـ على الـ على هذه الهيئة. قال يستطيع أن ينطق بأي لغة من اللغات، يحسن ويفهم اللغات الأخرى، يعني يريض اللسان. نعم. أنا أتذكر القرآن. عندنا أستاذ بتاع لغة إنجليزية فقال لنا الدار يتحدث اللغة الإنجليزية بسلاسة وبشكل طبيعي يحفظ سورة ياسين. دي سورة ياسين بس. نعم. شوف السي سبحان الله، العلماء بحثوا في سورة محمد رسول الله الآية دي. نعم. والذين معه أشداء على الكفار إلى آخر السورة. نعم. رحمة بينهم. الآيات دي كلها آيتين أو ثلاثة تجد فيها الحروف 28 بتاعت اللغة العربية. الحروف نعم الأبجدية. نعم. نعم. تجدها فيها. في هذه الآية محمد رسول الله والذين معه. أي نعم. فدي طيب بشروط أنه أنا داير أخش الخلوة، في شروط ولا أي زول ممكن يجي عادي يخش الخلوة؟ عندنا 5 سنة وعندنا 90 سنة ومية سنة. 100 سنة بيجي بيحفظ بعدين. أي والله أسي عندنا طالب جاء في الأسبوع ده. نعم. وحفظ القرآن، قال لي القرآن تفلت مني. نعم. رجل كبير يعني ما أقل من 90 سنة. سبحان الله. بس جاء في الأسبوع ده قال لي أنا داير نعيد نقضي لي أيام هنا عشان نقدر نراجع القرآن ونفهم ونحفظ. ما في يعني ما في سن معينة لحفظ القرآن. ما في سن معين، بس الإنسان ولا في شرط بأنك أنت يكون سليم العقل بس وتكون جادي في أنك. أما إذا كان ما عقله ما سليم أو سلوكه ما طيبة ما من دخل الخلوة. ما بيخش الخلوة. ما بيخش الخلوة. لازم يكون سلوكه طيب وعقله سليم. ثاني ما عندنا شرط أبدا. نعم. وهو قرايته بعد ذاك ولا لازم يتم له كم سنة كذا يعني أنت وحفظك يعني أنا لو حفظت في سنة. المسجد ما فيه رسوم. ما فيه رسوم. ما في رسوم في المسجد خالص. ياكل ويشرب مجانا. ياكل ويشرب ويكتسي ويتعالج. ها؟ ويتعلم. كله مجانا. كله مجانا. نعم. هذه نحن نتحدى بها أي أي مؤسسة. أي مؤسسة تعليمية. تعليمية. نعم. طيب في حاجة أنا بتحضرني دائما، يعني معروف أنه هنا في كردفان برضو أهل نكتة وعندهم مواقف كثيرة مع أبونا الشيخ البرعي ومعك كتير. أنت يعني كده ورينا من طرائف المسيد اللي بتحصل ما بين الناس. والله المسيد طرائفه كثيرة وأبونا الشيخ ذاته طرائفه معهم كثيرة. نعم. واحد جاء للشيخ يا أبو الله يكرم عقله ما سليم. نعم. وبعد ما تعالج جاء للشيخ قال لي أنا الحمد لله بلغت الصحة. نعم. وخلاص تاني تديني الفاتحة ونمشي وتاني ما نجيك إن شاء الله ونجيب لك حاجات سمحة. نعم. قال لي بتجيب لي شنو؟ قال لي بنجيب لك مجانين تعالي. هو قال لي الشيخ تديني حق التذكرة عشان نمشي ونجيب لك حاجة سمحة. نجيب لك مجانين. قال لي تجيب لي شنو؟ قال لي بنجيب لك مجانين. أنا يحضرني برضو واحدة أمس إحنا كنا جالسين معاك فجاء واحد من المريدين قام شال يدك خدتها في راسه كده وقلت لي يدي بملاحة وقال لك وأنا فاضية داير بها شنو؟ طيب برضو في يعني من الطرائف اللي بنذكر عن أبونا الشيخ البرعي قال واحد جاء قال لي يا أبونا الشيخ البرعي أنا دارك تديني فاتحة بيت كلب. هاي دي قال تذكر الشيخ كثير. هاي هم الناس طبعا بس واحد جاء جدا الشيخ محمد وقع الله. نعم. وعنده ولد واقع في جريمة. نعم. جاء قال لي الشيخ أنا عندي ولدي واقع في جريمة. نعم. وإنت عندك كلمة بتقولها. بتقول ربنا ينصف الحق ولدي ما عنده حق بتقول لي الله يخلص ولدي. داير ولده بس يطلع بس ما, ما, ما عنده مسألة في مسألة النايب. دي كثير جدا من العلاقات واحدة من نحن قاعدين نقوله أن السودانيين ديل يعني محبتهم دي وصوفيتهم دي في نفوسهم. نعم. ودين الوسط. نعم. دائما يعني الحمد لله رب العالمين ربنا حافظ السودان ما فيه تطرف شديد يعني
يعني صح. جاء واحد جابوه هنا وربطوه. نعم. بذيء. نعم. ومجنون لكن بذيء شديد. نعم. حتى تجرأ على الحق عز وجل. نعم. أبونا الشيخ محمد وقع الله. نعم. تحزن بيتوبه. نعم. شال صوته وجاء. نعم. قال لنا نبستنا نحن ما تكلمنا. نبست أبواتنا ما تكلمنا. لكن من دخلت في جانب الحق عز وجل نحن والله الحق ده ربنا يموت فيه حلال ماسك صوته. قال لقيف الشيخ السعيد تدات ودقني. هو الله دي عيبه شنو حتى أنا كان ننبزه ولا ما ننبزه. قال الشيخ رجع لي ولا قال لي لا والله ما فيه عيب. ده ما مجنون. ده ما مجنون. قلت انت بس فيه شيء من اشياء البذاء. كثير جدا من المواقف اللي قاعده تحضرني وقاعده تحضرني يعني الصالحين عموما المجتمع ده قائم انا على قناعه بذلك يعني انه قائم على ارشاد الصالحين يعني ممكن الصالحين يوجهوا المجتمع الوجهة السليمة و يعني ينجو وينجي معهم المجتمع. نعم هو ممكن يوجه المجتمع توجيه خاطئ وتحصل كثير جدا من الاشكالات اللي احنا سبنا عليها التفلتات التفلتات والدخول على الشيء بدون علم. نعم. وده اضر شيء على الانسان. نعم. انه يتجرأ على امر وهو ما عارفه. نعم كثير بيحصل او يدخل في حته هو ما اهل لها. نعم وده عدم العلم. لانه العلم هو المفتاح لكل امر. نعم انت داير ترشد انسان اذا انت ما عارف الدرب تودي وين يمشي وين بتضيع. نعم داير تعلم انسان انت ما عالم تعلمه شو ولا شيء. داير تعالج انسان العلاج ده الروحي ده خاصه برضو عنده طرق خاصه بعرفوها بعض من الناس. فانت اذا كان ما عارف الطرق دي اتزادك بتدخل في مشكله. نعم. قالوا زمان الشيخ الطيب عبد البشير. نعم. جاب واحد مجنون لابونا الشيخ الطيب. نعم. والشيخ الطيب خط يده على راسه قرا ايه الكرس واحد قال ايوه هي المساله هذه سهله كده ما شاء الله سوى له خلوه وقشقشه وفرشه وجهز بخور وكل شيء وقال لهم انا من عالج. نعم. قاموا جابوا له واحد حاجة صعبة خلاص بس خدت يده كده داير يقرأ آية الكرس. نعم. قال الكرس عرفناه الشيخ الطيب وينه الكرسي ما بقرأ آية زول. وهي المسألة أهلية يعني أنت إذا ما أهل القرآن ده ما معاني. نعم. القرآن ده في أشياء كثيرة الواحد إذا ما أصليها في إذن. نعم. إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. نعم. الإنسان إذا ما عنده الأهلية الكاملة للأمر سواء كان في التربية في التزكية في التعليم في العلاج في علاج الروحي في التزكية دي ذاتها مع علاج برضه. نعم. هنا الشيخ برير بقول أعرف الله وعبدوه. نعم. أول المعرفة. نعم. أعرف الله وعبدوه. نعم. وبالغفلات لا توه طريقكم لا تهبدوه ولا تنهمكم بالجهل. سبحان الله. أي. حكم. أي. نعم. أبونا الشيخ محمد وقع الالله قال بيت واحد من قصائد الشيخ برير يوصل المريد إلى الحق. نعم. قال للبيت شنو؟ قال البيت بقول أخلص نيتك. أخلص نية قاصد. نعم. لوجه الله لا فاسد. نعم. لإخوانك ولا حاسد لأعمالك مصفية. يا سلام خلاص لخص الموضوع كله. لخص الحياة كلها الروحية للإنسان. نعم. إخلاص النية والعمل يكون خالص لوجه الله سبحانه وتعالى بعدما حسد وتصفية تنقية الصدر من الحسد والحقد والغل. نعم. والتصفية العمل كمان واحد. كمان العمل ده لازم يصفيه. طيب أبونا الشيخ السي يعني من الكلام ده
في كثيرين من الناس يعني زي ما قلت بيمشي يعمل له وما عنده كلمتين ولا ثلاثة عارفهم يعمل له خلوة ويجنب يأذي الناس أكثر من أنه يعالجهم. ما أنتم خايفين أنتم كعلماء وكمشايخ يعني ما خايفين على المسألة دي؟ يعني جابت كثير من الكلام واللغط يعني على والله الآن نحن ما بهمنا اللغط. نعم. ولا بهمنا الكلام. لكن الإنسان إذا مشى في بصل لطريق مسدود في النهاية. نعم. ما بوص ما بمشي. لكن بيشوش للناس. يشوش يوقف في النهاية. بيقيف. بيقيف. بنزينه بيقطع. يعني أنت ما خايف على المجتمع السوداني لا يتغير ولا يجوا ناس يبدلوا؟ المجتمع السوداني يا مولانا. نعم. أي إنسان. في أي مجال من المجالات بديه زي ما أقوله راحته. نعم. بمشي لقدام. أول ما مشي لقدام جازو كميل. جازو كميل خلاص بديه. بقيف. ربنا حافظ البلد دي. وحافظ البلد وحافظ الدين. لا الدين بالتأكيد ما في كلام. يا ربنا حافظ الدين. إنا نحن نزلنا الذكرى. نعم. وإنا له لحافظون. طيب كويس. احنا الان يمكن بنحاول نلملم اطرافنا ونحن تحدثنا عن مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم وتحدثنا عن الزريبه وتحدثنا عن الحياه الموجوده فيها. بالتاكيد في مشروعات كثيره بتفكروا فيها، في تطوير كبير بتفكروا فيه، اذا كان على مستوى الفقه الموجود وتطوير الزريبه وتعليم الناس وكبيئه كذا يعني. البيئه منهج. نعم. ثابت. نعم. بس الوحيد يتتبع الخطى الصحيحة. ما يخرج جاي ولا جاي. ولا جاي. ماي. يكون في عصاية ماسكة. ماي ما هاي ما ما تلتفت. ما تلتفت. جدا الشيخ محمد وقع الله من حكمه. بقول متسلل ملتفت لا يصل. متسلل ملتفت. لا ملتفت لا يصل. نعم. ومتسلل لا يفلح. ومن لم يعرف من نفسه النقصان فكل أوقاته نقصان. سبحان الله. أي. ما في إنسان. يعني أقل ثغرة ترجعك لورا زي ما قال أبونا الشيخ لا ترجع ملي. نعم. سافر وسير قدام بالخير متملي. يا سلام. أي ما ترجع. الإنسان يعزم عشان يمشي قدام طوالي. يعني كان رسول الله إذا التفت التفت كلية. نعم عليه الصلاة والسلام. نعم. أبونا الشيخ محمد وقع الله كل الناس الحضروا بقول الشيخ محمد وقع الله إذا ماشي كده أنت بيجاي ولا بيجاي أعمل أي حاجة استحيل التفت عليك. سبحان إذا داير التفت حتى كان ماشي لازم يقيف وبعد ما يقيف يلتفت بكليته. نعم. عليك. لكن كده لا ما عنده أبدا حكمة. هاي النبي عليه الصلاة والسلام إذا التفت التفت جميعا كلية. نعم. نعم. فشوف يعني الانطباع والاتباع لسنة النبي عليه الصلاة والسلام الناس ينفذوها كيف. نعم. الغريب الناس قاعدين يعيبوا يقولوا والله نحن ما متبعين، يعني في ناس تانين يسموا نفسهم هم اتباع السنة واللي بنسوي فيه ونحن كلنا كمجتمع سوداني متسامح إذا كنا صوفية. المسألة هي مولانا ما عندنا شغلة في زول بسوي المفسد. لكن المسألة لك يعني التطبيق. أيوة التطبيق. نعم. واحد من الـ 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 الناس رأيت الناس الخير ده أنا مرة حضرت مؤتمر في الأبيض. نعم. والمؤتمر ده عملوا مداخلة مع الرجل ده. نعم. رجل من العلماء دي غايته. وتكلم قال يا جماعة الصوفية دي نحن ما بنقدر نحاكيهم. بيشنو؟ قال لأنه أسا نحن قال يا جماعة أسا بتمشي أي محل. تمشي قال الزريبة بتلقى 50-60 واحد مجنون. أسا نحن كان قال الواحد كان جابوا له مجنون واحد. يلخبط قيانه كله. ما يقدر عليه. ما يقدر عليه. ما بقدر عليه. قال يعني في اشياء كثيره ما بقدروا بيطبقوها. نعم. نحن ان شاء الله نستمع ثاني الى قصيده من المادحين ان شاء الله ونعود مع الشيخ ان شاء الله عشان نواصل. تفضلوا. شهر الربيع هلا والمسلمين في روحهم هلا والمسلمين في روحهم
لغياك يا رسول الله وانظر محياك يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله وانظر محياك يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله وانظر محياك يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله وانظر محياك يا رسول الله خليني أراك يا رسول الله أنا بتحرك يا رسول الله أهل لي حراك يا رسول الله اللي نحو غيرك يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله وياك عملي يا رسول الله خلاصة عملي يا رسول الله اجمع شملي يا رسول الله وشيل لي حملي يا رسول الله الى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله وياك سري يا رسول الله تبرد حري يا رسول الله تملا دري يا رسول الله وتشرح صدري برسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله داير ازورك يا رسول الله وادخل سورك يا رسول الله ننظر نور يا رسول الله أجوا غصمورك يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله وانظر ما حياك يا رسول الله النبي داير أزورك يا رسول الله وادخل سورك يا رسول الله وانظر نورك يا رسول الله أجوا غصمورك يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله ومدد ومدد يا رسول الله يبقى لي شدد يا رسول الله افتح ابو سدد يا رسول الله بيه مجدد يا رسول الله الى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله يا طاهر الزاد يا رسول الله قصدك بالزاد يا رسول الله يا حمل الهزات يا رسول الله كافي الشادات يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله يا كنز الدر يا رسول الله يا كاشف الضر يا رسول الله يا النبي دائرك تحضر يا رسول الله ورعاي الصدر يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله حبيبي يا كنز الدر يا رسول الله يا كاشف الضر يا رسول الله دائرك تحضر يا رسول الله ورعاي الصدر يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله يا عين الحق يا رسول الله رهق يا رسول الله احميني رهق يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله انظر محياك يا رسول الله أملى حياضي يا رسول الله تسهر رياضي يا رسول الله مدحي بياضي يا رسول الله شرباتك عياضي يا رسول الله إلى لغياك يا رسول الله رسول الله بصني ودرعي يا رسول الله انا بك مرعي يا رسول الله يا خضر فرعي يا رسول الله وينجح زرعي رسول الله الى لغياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله يا الفي قوسي يا رسول
رسول الله طبيبي يوصي يا رسول الله يا رسول الله وش اوصي ولوصي يا رسول الله الى هل وياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله يا رفيق اوصي يا رسول الله بيبي اوصي يا رسول الله جيل عل اوصي يا رسول الله وش اوصي ولوصي يا رسول الله الى هل وياك يا رسول الله رسول الله يا ستر غطايا يا رسول الله يا محي خطايا يا رسول الله انك معطايا يا رسول الله وكريم عطايا يا رسول الله الى وياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله يا ستر غطايا يا رسول الله يا محي خطايا يا رسول الله كريم عطايا رسول الله الى هل وياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله الروح تاغت يا رسول الله ليك اشتاقك يا رسول الله الاغدار ساغت يا رسول الله النبي بيتي تلاقت يا رسول الله الى هل وياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله رسول الله انا اشدو بها يا رسول الله يا ما اعجبها يا رسول الله وما اطيبها في رسول الله الى وياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله من المؤمن يا رسول الله صل للمؤمن يا رسول الله الفاتح امن يا رسول الله ويكون يا رسول الله الى هل وياك يا رسول الله انظر ما حياك يا رسول الله من المؤمن يا رسول الله صل للمؤمن يا رسول الله الفاتح امي يا رسول الله ويكون مؤمن يا رسول الله الى هل وياك يا رسول الله مقدرة كبيرة أبونا الشيخ للوصف للمحبة للشوق لكن في معاني في القصيدة دي شوية حابت لي التباس يعني لوصي وفينا لوصي وشوصي ولوصي شوصي ولوصي حديث حديث نبوي نعم النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث نعم من سبق عاطسا بالحمد نعم أمن من الشوصي واللوصي والعلوص سبحان الله نعم معنى ذلك معنى ذلك شرح بعض العلماء في بيتين نعم قال من سبق عاطسا بالحمد يأمن من شوص ولوص وعلوص به شوص ولوص وعلوص كذا اضطرد عنيت بالشوص داء الضرس ثم وما يليه بطن وظهر يعني الإنسان إذا واحد عطس جنبك أنت قلت الحمد لله يرحمك يعني هو تأخر ما تقول له ما تقول له قول الحمد لله أيوة نعم أنت طوالي تقول الحمد لله تذكره نعم تذكره تذكار دي فيها ثلاثة علاجات سبحان الله هاي ألم الضرس وألم الظهر وألم البطن ربنا ينجينا منها كلها آمين شرطي ولوس يعني بعدين دائرة تحضر ورعاي يصدر نعم دائرة تحضر هسه العرب هنا نعم يقول لك البهائم صدرت صدرت عايفة ايوه يعني ربت لما بطان مليانة موية وبطونة نعم اي حتى يصدر الرعاء نعم وابونا شيخ كبير نعم يصدر الرعاء البهائم بعد ما تمشي تصدر معناها شربته ومرقت خلاص صدرت من العيد ولا من البيض من نعم علاقة التصوف بالتصور الشفيف والشعر يعني الملاحظة انه كل
المشايخ يعني رضوان الله عليهم يعني كلهم شعراء. والله ما مولانا ده سؤال يعني. نعم كلهم كل يعني اغلبهم مادحين يعني 90% 90 يعني 90% او اكثر. لا اكاد اعرف احد لا يشعر يعني. كلهم يعني الشعر عندهم سهل جدا جدا. نعم. لكن هو من ان الانسان اذا اصله اتجه اتجاه على الامر نعم ما خلاص ثاني ما بشوف غيره. ايوه ما بشوف غيره يعني. الواحد اذا اتجه نحو المديح او نحو القصائد او نحو التزكيه قصائد التزكيه والتربيه هي وسيله يعني. الشيخ بحسب انه القصيده دي وسيله يعني يعني اقرب للناس اكثر من المحاضره مثلا كثير. نعم لأن بتصحب ألحان وإيقاعات بتجذب الإنسان بيحفظه طوال تجذب الإنسان أول ما الإنسان ينجذب إلى الألحان السوداني خاص. نعم الإمام جلال الدين السيوطي نعم قال قسم الله الطرب في العالم كله. نعم فأعطى العالم كله عشر واحد. نعم وجعل التسع عشر في السودان. سبحان الله. ايوه كله مع الطرب ولا الطرب الصوفي؟ الطرب من حيث هو. ايوه من حيث هو. بس انت كده امشي اي حله من هنا وشوف الجماعه يطنبروا للصبح لا يفطروا لا يا سبحان الله. فالمعاني لما تصحب الالحان دي الانسان بيلتفت لها. نعم هو المقصود منها هو شنو الالتفات. نعم مقصود من كونك انت تضع الحكمه بلحم معين جذاب يعني يطرق الاذن من حيث لا يشعر الانسان يلقى نفسه هو ملتفت على الامر. دي ذات الحكمه. انا التقيت يمكن ذكرت لي قبل كده واحد أمريكي كان جه هنا في حياة أبونا الشيخ البرعي. نعم وقال لي أنه الإسلام والعلماء في كل العالم العربي يقدمون الإسلام بالخطب. الشخصية الوحيدة أو السودان الوحيدة اللي بيقدم الخطب بيقدم الإسلام في شكل قصائد. وقال لي أنا يعني جيت السودان بركب الحافلة بلقى القصائد شغالة. صح. بنزل بلقى صور الشيخ البرعي معلقة في الحافلة. قلت لهم ضمنوا ده. فقاموا قالوا لي يا أخي ده الشيخ البرعي يعني. قلت لهم ده يكون فنان كده يعني الناس المعجبين به يعني بيعلقوا صور الفنانين والكده وبيستمعوا لأغانيهم. فقال لي لما استمعت وهو استمع للقصيدة اللي أنا ذكرتها بوريك طبك. فقال لي عرفت أنا يعني محشوة بكثير جدا من التعاليم الدينية. صح. اللي بتخليك طوالي أنت متذكرة أحسن في من عاداك ومن يحبك واذكر إلهك يوت ولا تنسى ربك وكل المعاني اللي. فقال لي ما في زول في العالم العربي بيقدم كان الإسلام كان مسلم كان كافر ما برفضه. أيوة قال لي ما في زول بيقدم الإسلام ده بالصورة دي. صح. يعني إلا في السودان وكده. ويمكن في أبونا الشيخ البرعي كان عنده يعني قبول اختيار واسع اختيار الـ نعم. اختيار الإيقاع ذاته واللحن برضو له جذب. أخونا عبد الفتاح يوسف هو بروف في أمريكا. نعم. أستاذ هناك وقال لي أنا عندي قصيدة مصر المؤمنة. قال لي قاعد طوال يوميا الصباح من أفتحها في المسجل. قال لي عندي جاري أمريكا. قال لي والله لما نفتحها الرجل ده يخلي اي حاجه ويجي هو مسلم ما مسلم اي بس الايقاع والكلمات الإيقاع بطريقه ما عاديه. سبحان الله. ان شاء الله اسلم بعد ذاك تبقى له فاتحه والله يا ثاني عاد الكلام ده هو بدري اذا الكلام ده بدري. طيب ده دائما اللي بيقودني ونحن في خواتيم هذه السهره يعني ونحمد الله سبحانه وتعالى يعني امتلأنا حبا بالمصطفى صلى الله عليه وسلم وامتلأنا يقينا وامتلأنا محبة بهذا المكان يعني بالصفات الكثيرة اللي لقيناها. بتكون دائما في رسائل
يعني الناس بتحب دار ترسلها يعني احنا لو اتحنا ليك عبر يعني هذا الفضاء الواسع وهذه السهرة أن ترسل رسائل يعني لمن ترسل الرسائل؟ للشعب السوداني بصفة عامة. نعم. بأن يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى أن يرفع من شأن البلاد. نعم. نعم آمين. ويوفق العام القائمين على الأمر لقيادة البلاد إلى ما يصلحها حسا ومعنا إن شاء الله. توجه بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى وليس لها من دون الله كاشفة. نعم. وليس لها. ليس لها من دون الله كاشفة. نعم. الناس تتوجه إلى الله بالدعاء في أن يرفع من شأن هذه البلاد إن شاء الله. ونحن بإذن الله سبحانه وتعالى يعني نأمل أن نلتقيك العام القادم يعني في مولد المصطفى قبل العام القادم. لا يعني في نفس المناسبة دي يعني إن شاء الله. والسودان إن شاء الله يكون في خير ويكون في أمن ويكون في ازدهار. آمين آمين. والناس تكون توجهت الدعوة دي تدعي يا مولانا ما أنا ونحن نأمن. نعم إن شاء الله. يلا أدعو لنا إن شاء الله في خواتيم هذه للعاملين يعني كل الذين شاركونا هذه السهرة وكل الذين أول حال نتقدم بالشكر للأستاذ جمال. الشكر لله. ولأبنائنا جميعا الذين أتوا وكابدوا ويعني واجهوا المشقات عشان يصلوا لنا هنا فنحن نشكرهم جزيل الشكر على هذه الزيارة الكريمة ونحن نعتبرها زيارة خالصة لوجه الله سبحانه وتعالى وزيارة لها رسالة الخاصة في أن يعني تذيع سيرة المصطفى عليه الصلاة والسلام بشتى أنواع الرسائل إن شاء الله. لأنها رسالة فعلا ما سهلة يعني لها مرماها ولها يعني خاصيتها في إدخال السرور على شبابنا وفي إدخال وكذلك الفهم عن المنهج الدائر في هذه المراكز الصوفية. الناس تعرف أن التصوف علم فحسب، علم فحسب، توحيد فحسب، فقه على أعلى ما يكون من أنواع الفقه، على أعلى ما يكون من أنواع معرفة العقيدة والتوحيد. أي عشان كده التصوف هو سيرة يعني زي منسابة وتدخل في أذهان الناس بطريقة سهلة وتعليم بشتى أنواع التعليم لكن سير برضو سر كبير برضو. السر هو الإخلاص. نعم. السر اللي بيقولون نازي سر شنو سر يعني سر لا السر هو الإخلاص في العمل بس. نعم. أن الإنسان مهما يعني كلما زاد في الإخلاص كلما سرت كلمته في المجتمع. نعم. وتفتحت له الله. أيوة ربنا فتح له قلوب الناس. نعم. والإخلاص عشان كذا تلقى الناس يعول ليل والنهار زول ذات بتلفت عليه بهم. نعم. لكن الإخلاص في العمل. نعم. هو فمن كان يرجو لقاء ربي فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربي أحدا. نعم إن شاء الله. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. نعم. هذا الإخلاص هو ما موجود الله إلا عند الرجال ديل إن شاء الله. نسأل الله يرزقنا اتباعهم ونمشي على منهجهم. آمين يا رب العالمين. آمين. اللهم بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله ولا يصرف السوء إلا الله ما كان من نعمة فمن الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نسأل الله يبارك في جمعنا هذا ويبارك في حلقتنا هذه لتكون سارية في قلوب الناس بما يرضي الله وما يرضي الرسول وما ينفع المجتمع وأن يحفظ البلاد من شر الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن يوفق ولاة أمورنا لما فيه خير هذه البلاد إنه سميع مجيب. جزاكم الله عنا كل خير ونشكركم جزيل الشكر
ونشكر كل الحاضرين أبنانا المداح وأبنانا الفقراء كلهم جميعا، والشيخ العمدة بكر جودة نسأل الله يمد في أيامه ويمتعه بالعافية والصحة التامة، جزاكم الله عنا كل خير وبارك الله فيكم وشكرا جزيلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحية لكم مشاهدي الكرام، ونحن الآن نختتم هذه السهرة من مدينة الشيخ البرعي، من زريبة الشيخ البرعي، وفي حضرة أبونا وشيخنا الجليل العارف بالله الشيخ الفاتح عبد الرحيم الشيخ محمد وقع الله البرعي، آملين أن يتجدد هذا اللقاء كثيرا حتى يعلم الناس من هم رجالة الدين عندنا في السودان وفي مجمل العالم الإسلامي، وأن يعيد علينا ذكر المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن أكثر تمسكا بسيرته وأكثر اتباعا له وأكثر محبة فيما بيننا، وأن يحفظ الله البلاد والعباد. شكرا جزيلا مشاهدي الكرام، ولنا أن نذكر مرة أخرى بأن هذه السهرة تأتي برعاية شركة المدينة المنورة للسيراميك، وهي إحدى شركات عكرمة العالمية. شكرا لهم جزيلا، وشكرا لكل الذين تابعونا، ونختتم بقصيدة من المداح يعني، وحتى نلتقيكم في جديد اللقاءات، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. يا ليل اصغني بحياضك فاكرف من شذاها رياضك، يا ليل اصغني بحياضك اكرف من شذاها رياضك، قام ولادك قصدي سايرين لبلادك اكرف من شذاها رياضك، من باب السلام رادك من باب السلام رادك، افاح لهم شذاها جلادك اكرف من شذاها رياضك، يا ليل ازغني بحياضك اقرب من شذاها رياضك، اي فهو كذلك للجاوي اصطفاه المالك اقرب من شذاها رياضك، نحو المصطفى سيد مالك نحو المصطفى سيد مالك نحو المصطفى سيد مالك نحو المصطفى سيد مالك، الله وجه وجهه ساير سالك واقرب من شذاها رياضك، يا ليل اسغني بحياضك اقرب من شذاها رياضك، يا ليل الكرام لسوحك سايرين في غداك وروحك اقرب من شذاها رياضك، عندك تقرا وتكتب لوحك عندك تقرا وتكتب لوحك وتداوي العقل مجروحك اقرب من شذاها رياضك، يا ليل اسغني بحياضك اقرب من شذاها رياضك، هيا واجه له بسلام والصلاة عليه اقرب من شذاها رياضك، بمكان المهاب عليه بمكان المهاب عليه والرحمات نازل عليه اقرب من شذاها رياضك، يا ليل اسغني بحياضك اقرب من شذاها رياضك، الليلة وقفوا شوية والعين بالدموع مروية اقرب من شذاها رياضك، بمحبة وعقيدة قوية بمحبة وعقيدة قوية أساب الأطراف واقفة سوية اقرب من شذاها رياضك، يا ليل اسغني بحياضك اقرب من شذاها رياضك، الليلة كم عينا من سيرته الكريمة البينة اقرب من شذاها رياضك، يلا سمحة وصافو كانت هينة سمحة وصافو كانت هينة، أخلاق عظيمة ولينا اقرب من شذاها رياضك، يا ليل اسغني بحياضك اقرب من شذاها رياضك، حبيبنا كان يعامل أصحابه يساعد العامل اقرب من شذاها رياضك، كمان جار يصل وليه يجامل جار يصل وليه يجامل، الهادي العظيم الكامل مكروه من شذاها رياضك، يا ليل اسغني بحياضك مكروه من شذاها رياضك، حبيبنا رحب الراحة كان فصيح يقول بصراحة مكروه من شذاها رياضك، وفي السفر غدا أو راحة في السفر غدا أو راحة،
راحة وقرب من شذاها رياضك يا ليلى سجني بحياضك وقرب من شذاها صحبه ربي عنهم أرضى وعد الدربي وقرب من شذاها رياضي سهل سيري وعد الدربي سهل سيري وعد الدربي بهم واجعل وصلي وغربي وقرب من شذاها رياضي يا ليلى اغني بحياضك وقرب من شذاها رياضي الليلة من معدنها مجموعة بروح شايف انها وقرب من شذاها رياضي كمان وانا سايما هدد هادي يا مولاي اكرم منها اقرب من شذاها رياضي يا ليلى اغني بحياضك واقرب من شذاها رياضي يا ليلى من معدنها مجموعة بروح شايف انها اقرب من شذاها رياضي وانا سايما هدت هادينها وانا سايما هدت هادينها يا مولاي اكرم منها واقرب من شذاها رياضي يا ليلى اغني بحياضك واقرب من شذاها رياضي اي صلوات ربي ما الامطار نزلت يقبل المختار واقرب من شذاها رياضك الفاتح قضى الضوطار الفاتح قضى الضوطار وعده منه واللوطار واقرب من شذاها رياضك يا ليلى اغني بحياضك واقرب من شذاها التي يقبلها المختار واقرب من شذاها رياضي قواعد الدين